الدكتور خالد عبد العاطي ابراهيم، عضو مجلس إدارة نادي الأعضاء القانونيين بالشعر العقاري وعضو الإدارة العامة للبحوث القانونية. مرحبا، انت عايز تعرف ايه المشكلة بحيث ان احنا يعني المشاهدين يعرفوا ايه اصل المشكلة ومطلوب ايه؟ يعني اصل المشكلة ان احنا بنعاني علشان نوصل للمسؤولين مدى خطورة قطاع الشعر العقاري والتوثيق. للأسف بنقابل باستهانة في جميع النواحي من جميع المسؤولين، من الناحية الأدبية ومن الناحية المادية. فإحنا طلباتنا النهاردة محددة جدا، وهي نابعة من رغبتنا في المساواة بالجهات الأخرى التي تقف معنا على قدم المساواة مثل الخبراء والطب الشرعي. بنجد أن في تعمد إهانة لهذا القطاع وتعمد تقليل من أهميته، برغم أنه هو قطاع اقتصادي اجتماعي سياسي من الدرجة الأولى. احنا في قبيل إغلاق الميزانية فوجئ الموظفون بأن هناك زيادات لقطاعات لا تدر دخلا على الدولة كالطب الشرعي والخبراء، فطلبوا بالمساواة مع الطب الشرعي والخبراء في الحوافز. طلبوا زيادة الحوافز 250% وزيادة الأجر المسائي بمقدار 40%. كذلك طلبوا بتعيين الأمين العام بدلا من ندبه. النظام السابق اعتاد على ان هو يندب الأمين العام اللي هو رئيس المصلحة حتى يسهل التحكم فيه وفي ملكيات الدولة والأفراد، فطلبنا بتعيين الأمين العام بدلا من ندبه وحلفه اليمين أمام رئيس الجمهورية. وهذه المطالب متفق عليها بين كل فئات الشعر العقاري من مالي وكتابي وقانوني وعامل، والنهاردة هم جايين يطالبوا بحقوقهم، لكن للأسف بقالنا أسبوع أو أكتر ولا مجيب ولا أحد يلتفت لنا. وزارة العدل رفضت تقابلنا مرتين وثلاثة، واليوم مساعد الوزير قال لهم أعلم أفخركم اركبوا، ومن ثم هم يطلبون إقالة مساعد الوزير حيث إن منصبه غير قانوني. مساعد الوزير لشؤون الشعر العقاري ومكتبه الفني نحن نطالب بإقالته وتعيين الأمين العام بدلا من ندبه، فضلا عن باقي المطالب التي ذكرنا. الموظفون الآن كانوا قد بدأوا اعتصاما جزئيا، إلا أنهم قد استفزوا ولم تجاب مطالبهم ولم يلتفت لهم، فترتب على ذلك زيادة الاعتصام من جزء إلى كل، مما أدى إلى إغلاق كل المكاتب تقريبا، والوزارة تتعمد تصعيد الأزمة لا نعرف لماذا. معرفة عدد العاملين في هذا القطاع؟ معرفة العاملين في هذا القطاع تقريبا يصلون إلى 12,000 موظف وكتابي ومالي وقانوني من شتى المجالات.